بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الثانية، شعبة الإدارة والمحاسبة وشعبة نظم المعلومات الإدارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فصل مهم جدا في المادة، اللي هو الفصل السادس، هنتكلم بعنوان الإنتاجية. هنتكلم فيه عن النقاط التالية: 1. مفهوم الإنتاج والإنتاجية والفرق بينهم. 2. مفهوم الكفاءة والفاعلية. 3. أهمية الإنتاجية. 4. قياس الإنتاجية. 5. العوامل المحددة للإنتاجية. أولا، الإنتاج والإنتاجية. قبل كده شرحنا في الفصل الثاني وقلنا إيه الفرق ما بين الإنتاج والإنتاجية. يعني الإنتاج هو إجمالي عدد الوحدات المنتجة في المنظمة خلال فترة زمنية محددة، أما الإنتاجية فتعني قدرة المنظمة على زيادة حجم المخرجات عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة اللي هي المدخلات خلال فترة زمنية محددة. أي أن الإنتاجية تساوي الناتج أو المخرجات على الموارد أو المدخلات. طيب، وأيضا يمكن التعبير عن الإنتاجية بأنها محصلة للتفاعل، محصلة التفاعل بين الكفاءة والفاعلية، حيث تعكس الكفاءة فعل الأشياء بطريقة صحيحة، أما الفاعلية فيقصد بها فعل الأشياء الصحيحة التي تحقق الأهداف المحددة. طب إيه تعريف الكفاءة والفاعلية أو المقصود بينهم والعلاقة بينهم؟ الكفاءة هي الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة من أجل تحقيق حجم أو مستوى معين من الأهداف. أما الفاعلية فهي العلاقة بين المخرجات والأهداف، وهي الخصائص التي يتميز بها تحقيق الأهداف، بل إنها هي الدليل على استمرار المؤسسة ككل. إيه العلاقة بقى ما بين الكفاءة والفاعلية؟ الكفاءة بتشير إلى مدى حسن تحويل المدخلات إلى مخرجات أو ناتج، وبالتالي فالكفاءة تقيس عملية التحويل. أما الفاعلية فهي تركز على مدى جودة المخرجات ومدى مناسبتها للبيئة. النقطة اللي بعد كده، إيه أهمية الإنتاجية؟ وأهمية الإنتاجية بتظهر على عدة مستويات، منها الفرد، 2. المنظمة، 3. الاقتصاد، 4. المجتمع. نبدأ 1. بالنسبة أهمية الإنتاجية بالنسبة للفرد العامل. بتعكس إنتاجية الفرد العامل مدى مساهمته في العمل الذي يؤديه، فإذا زادت إنتاجية الفرد فإن ذلك معناه زيادة مساهمته وأهمية الدور الذي يلعبه في وظيفته، بالإضافة إلى ارتفاع دخله وتقدير رؤسائه له. يعني إنتاجية الفرد لو زادت ده بيؤدي إلى زيادة مساهمة الفرد وأهمية دوره، وبالتالي بيترتب عليه ارتفاع دخله وتقدير رؤسائه له. أما إذا انخفضت إنتاجية العامل فده بيؤدي إلى تعرضه لخسارة أو نقص في دخله، وأيضا ممكن أن يتعرض للعقاب، بالإضافة إلى الآثار النفسية التي تظهر عليه كعدم رضا رؤسائه وزملائه عنه وحرمانه من التقدير من الآخرين. 2. أهمية الإنتاجية بالنسبة للمنظمة. فالإنتاجية بتعبر عن كفاءة الإدارة في استغلال الموارد والإمكانات المتاحة لها والحصول من هذه الإمكانات على أحسن نتيجة ممكنة، وبالتالي فانخفاض الإنتاجية يعني أن الإدارة لم تحسن استغلال الموارد التي تمتلكها. أما أهمية الإنتاجية بالنسبة للاقتصاد القومي فتظهر من خلال تعبر الإنتاجية عن كفاءة الدولة، بمعنى أن الإنتاجية هي انعكاس لأداء كافة الأجهزة والمؤسسات، بمعنى متوسط أداء هذه الأجهزة سواء الناجحة أو الفاشلة. 2. الإنتاجية بتساعد على تحقيق معدلات نمو أفضل للاقتصاد القومي. 3. تساعد الإنتاجية على تحقيق مستويات معيشة أفضل للمواطنين. 4. تساعد الإنتاجية على السيطرة على ارتفاع الأسعار. نيجي بقى لأهمية الإنتاجية بالنسبة للمجتمع، وبالتالي فإن الإنتاجية بتؤثر على رفاهية المجتمع ككل، وذلك عن طريق السلع والخدمات التي توفرها لأفراد المجتمع. كده عرفنا أهمية الإنتاجية بالنسبة للفرد والمنظمة والاقتصاد والمجتمع.
نيجي في الجزئية اللي بعد كده، قياس الإنتاجية. وهناخد فيها النهاردة إن شاء الله أهمية قياس الإنتاجية، 2 مقاييس الإنتاجية، 3 وحدات قياس الإنتاجية. عايزين نبدأ الأول بأهمية قياس الإنتاجية. دي تظهر من خلال أنها تساعد في زيادة فاعلية الصناعة، حيث يمكن بواسطتها إنتاج كم أكبر وبجودة أفضل بنفس القدر من المدخلات أو أقل. 2 مقارنة إنتاجية نفس العامل من فترة الأخرى أو الإدارة من فترة الأخرى. 3 مقارنة إنتاجية قسم بآخر أو إدارة بأخرى. نيجي في الجزئية الثانية اللي هي مقاييس الإنتاجية، ودي موجودة عندنا في الكتاب في صفحة 172. نبدأ بأول حاجة مقاييس الإنتاجية. أنا عندي مقياسين، الإنتاجية الكلية والإنتاجية الجزئية. الإنتاجية الكلية دي بتقاس الإنتاجية الكلية بحساب إجمالي المخرجات عن إجمالي المدخلات. يبقى الإنتاجية الكلية بتقاس من خلال حساب إجمالي المخرجات على إجمالي المدخلات، وبالتالي فالإنتاجية بتتحسن كلما زادت نسبة الناتج اللي هو المخرجات إلى المستخدم من عناصر الإنتاج اللي هي المدخلات. المقياس الثاني اللي هو الإنتاجية الجزئية، ودي بتقاس الإنتاجية الجزئية بحساب إنتاجية كل جزء على حدة، وبالتالي تقاس الإنتاجية الجزئية بحساب إجمالي المخرجات عن أحد عناصر المدخلات. وده الإنتاجية الكلية والجزئية ديت أنا موضحها في الأسئلة اللي موجودة عندكم في بنك الأسئلة، إيه الفرق بينهم، ونركز فيها شوية في أسئلة الصح والغلط. نيجي بقى على الجزئية الثالثة في قياس الإنتاجية اللي هي وحدات قياس الإنتاجية، ودي في صفحة 180. أنا عندي 3 وحدات لقياس الإنتاجية. أول حاجة الكمية، 2 القيمة، 3 القيمة المضافة. الكمية دي بتقاس الإنتاجية طبعا لهذا المقياس بعدد الوحدات المنتجة اللي هي المخرجات إلى عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج، زي ساعات العمل البشرية وساعات العمل اليدوية، وكذا وحدات المواد الخام ووحدات الطاقة. طب ازاي بقى السبب بتقاس بالمعادلة دي؟ متوسط انتاجية العامل بتساوي كمية الانتاج اللي تم انتاجها على متوسط عدد العاملين. طيب اما احب بقى اجيب كمية الانتاج لكل ساعة عمل، بقسم كمية الانتاج على عدد ساعات العمل. طب متوسط عدد العاملين ده هو انا بحسبه ازاي؟ بجيب عدد العاملين في اول مرة زائد عدد العاملين في اخر الفترة. يعني بشوف احنا بدأنا الشغل مثلا في خلال سنة كان عندي كام موظف، وفي نهاية السنة كان عندي كام موظف، بجمعهم على بعض وبقسمهم على 2. طب ساعات العمل اليوم عدد ساعات العمل دي بحسبها ازاي؟ بعد ما طلع متوسط عدد العاملين اللي هو قلنا من اللي انا بجيبه من خلال بجمع الموظفين عدد العاملين او الموظفين في اول المدة زائد عددهم في اخر المدة على 2، وبضربه في ساعات العمل اليومية، وبعدين بضربها في ايام العمل الفعلية في السنة. هنجيب مثال عندي اللي هو موجود في الكتاب في صفحة 183 عشان نوضح اكتر ازاي بحسب انتاجية العنصر البشري. الكتاب مثلا بيقول لي اللي موجود المثال ده هو بالنص في الكتاب، في مصنع زيوت انتج 960 الف لتر في عام مثلا 2001، العاملين او الموظفين كانوا في اول الفترة 88 عامل، وفي اخر الفترة كانوا 98 عامل، وكانوا بيشتغلوا في اليوم 7 ساعات، واشتغلوا في السنة 300 يوم. المطلوب حساب انتاجية العنصر البشري. احنا اتفقنا مبدئيا كده عشان احسب عشان اقيس الانتاجية هنا او احسب انتاجية العنصر البشري، ببدأ اول حاجة بمتوسط انتاجية العامل اللي هي كمية الانتاج الكلية على متوسط عدد العاملين، وعشان اجيب كل ساعة بقسم كمية الانتاج على عدد ساعات العمل. اما متوسط عدد العاملين بنحسب عدد العاملين او الموظفين اللي اشتغلوا في اول المدة زائد اللي اشتغلوا في اخر المدة الزمنية، وبطرح وبقسمهم على 2. اما عدد ساعات العمل دي بتساوي متوسط عدد العاملين في ساعات العمل في ايام العمل الفعلية في السنة.
طب نيجي بقى نشوف متوسط عدد العاملين. كان عندي 88 في بداية المدة وفي نهايتها 98، بجمعهم على بعض زائد 2 بيطلع الناتج 93. كمية بقى الإنتاج الناتجة لكل ساعة عمل، بطرح كمية الإنتاج على عدد ساعات العمل، وارجع تاني وبقول لك ساعات العمل بحسبها ازاي، بجيب متوسط عدد العاملين وفهمناه وعرفناه بتيجي ازاي، وبضربها في ساعات العمل اليومية في ايام العمل الفعلية في السنة، وبالتالي بقول 960,000 اللي هو لتر زيت الكمية المنتجة على 93 اللي هي متوسط، بقول تاني متوسط عدد العاملين، وقلنا متوسط عدد العاملين بيجي ان انا بجمع العاملين او الموظفين في اول المدة زائد عددهم في اخر المدة بقسمهم على 2، وبعد ما يطلع لي الرقم ده اللي هو 93 بضربه في 7 اللي هو عدد الايام، نرجع تاني للقانون الفعلي اللي هو عدد ساعات العمل يومية، وبضربه في عدد الايام الفعلية في السنة، وبالتالي بيبقى الناتج عندي 49% لتر انتاج لكل ساعة عمل، وبالتالي هنا قدرت احسب انتاجية العنصر البشري 49% لتر لكل ساعة لكل عامل عندي. طيب او العمال عندي. نيجي بعد كده الى الوحدة التانية من وحدات قياس الانتاجية اللي هي القيمة، ودي حاصل ضرب الكمية في السعر، وبالتالي تنسب قيمة المخرجات الى قيمة المدخلات، وبالتالي يتم حساب متوسط انتاجية العامل عن طريق قسمة اجمالي قيمة الانتاج على متوسط عدد العاملين. ثلاثة القيمة المضافة، ودي بتستخدم للتعبير عن كافة تكاليف المجهودات المبذولة في الإنتاج وكافة العائد من هذه المجهودات، وبالتالي فالقيمة المضافة هي الفرق بين المبيعات الإجمالية وتكاليف الخامات والخدمات، أي أنها تمثل القيمة المضافة المساهمة الفعلية في إنتاج السلعة. نيجي للنقطة الأخيرة في الفصل عندي اللي هي العوامل اللي بتحدد الإنتاجية، ودي في صفحة 173، ودي بتشمل العوامل الداخلية وبتشمل العوامل الخارجية. العوامل المحددة الانتاجية اللي هي العوامل الداخلية والخارجية. العوامل الداخلية دي يا شباب اللي هي العوامل اللي بتخضع لسيطرة الإدارة بدرجات مختلفة، وبالتالي فإنه يمكن للمنظمة السيطرة فإنه يمكن للإدارة في المنظمة أن تؤثر فيها بقراراتها وسياساتها، ولكن بدرجات متباينة أو بدرجات مختلفة. أما العوامل الخارجية فهي العوامل اللي نابعة من ظروف البيئة المحيطة وأوضاعها، ودي لا يتوفر للإدارة رقابة أو تأثير عليها، وبالتالي فهي خارج نطاق سيطرة إدارة المنظمة. طب نشوف بقى العوامل الداخلية دي بتشمل إيه؟ العوامل الداخلية بتشمل عوامل مادية وعوامل إنسانية. العوامل المادية دي بتشمل 1 أنواع المنتجات، 2 المعدات والتجهيزات الآلية، 3 الأساليب الفنية، 4 المادة الخام. أما العوامل الإنسانية فدي بتتأثر الإنتاجية فيها بجهد مختلف الأفراد العاملين، وكذلك على نتاج ذلك الجهد، واللي بتمثل في تنظيم وطرق العمل بالإضافة لأنماط القيادة. وبالتالي فالعوامل الإنسانية تشمل 1 الأفراد، 2 التنظيم، 3 طرق العمل، و4 القيادة. نيجي بقى العوامل الخارجية اللي احنا قلناها دي عوامل نابعة من ظروف البيئة المحيطة بالمنظمة، وبتوفرش للإدارة رقابة أو تأثير عليها، وبالتالي فهي خارج سيطرة إدارة المنظمة. العوامل دي بتؤثر على الإنتاجية بأسلوبين، 1 بتوفر فرص وإمكانيات بتجعل الإنتاج أيسر وتكلفة أقل، 2 بتمثل عقبات أو معوقات بتصعب العملية الإنتاجية. العوامل الخارجية دي بتشتمل على 3 عوامل. أول عامل العوامل الهيكلية. أول عامل عندي العوامل الهيكلية، و2 الموارد الطبيعية، 3 اللوائح والقوانين. 3 اللوائح والقوانين، القوانين عفوا. العوامل الهيكلية ودي بتتأثر الإنتاجية
بمجموعة من العوامل الهيكلية زي النظم والأوضاع الاقتصادية والدولية. 2 الكثافة السكانية والتركيب النوعي والعمري للسكان وحالة البيئة الأساسية والمرافق العامة وكذا النظم والأوضاع الاجتماعية في البلاد. أما الموارد الطبيعية فالإنتاجية فيها بتتأثر بمدى توافر الموارد الطبيعية اللازمة لعملية الإنتاج سواء القوى العاملة أو الأرض أو الطاقة أو المواد الخام. أما اللوائح والقوانين فالإنتاجية بتتأثر فيها بكل من 1 النظم والأوضاع السياسية في البلاد، 2 القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة للأعمال وعلاقات العمل، 3 العلاقات التنظيمية السائدة بالمنظمة. كده يبقى احنا وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة اللي اتكلمنا فيها عن 1 الانتاج والانتاجية، 2 الكفاءة والفاعلية، 3 اهمية الانتاجية، 4 قياس الانتاجية، واخر نقطة عندنا كانت العوامل اللي بتحدد الانتاجية. وزي ما قلنا عندي عوامل داخلية وعوامل خارجية وشرحناها بالتفصيل. كده يبقى احنا وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة، مع أطيب أمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.